بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تكر فيكسر. اليوم سوف نقوم بشرح أداة من الأدوات الرائعة جدا لعمل إصلاح للهواتف من جميع الشركات، يعني عمل FRP والمي أكاونت بالنسبة لشاومي وعمل فلاش إلى آخره من العمليات التي نحتاجها يوميا ويحتاجها فنيو الصيانة. إذا هذا هو الرابط، الأداة سوف يكون إن شاء الله تحت الفيديو من أجل التحميل. إذا هنا كما ترون هنا بعض هذا رابط الدرايفات، هنا مضغوط بالزيب وهنا هذا الملف الخاص بالدرايفات، ثم هنا هذه هي الأداة. عند الدخول إلى هذا الرابط فما عليك سوى الضغط هنا ثم عمل داونلود لهذا الفيشي الخاص بهذه الأداة. بعد التحميل ما عليكم سوى فك الضغط. إذا كما ترون فقد قمت بتحميله أنا من قبل، سوف أرى أين وضعته. سام فيرمبو، إذا هذا هو الملف كما ترون. يا أول شيء وهو فك الضغط عليه. عند فك الضغط عليه نقوم بسحب هذا الملف هنا. هو لا يوجد به باسورد، لا شيء، لقد قمت بسحبه من قبل. إذا الخطوة الثانية وهي الدخول إلى الملف ثم عمل أو الضغط على هذا هنا، نعم، من أجل فك. سواء إذا احتجت إلى باسورد لفك الضغط فهو من 1 إلى 8. نقوم بعمل انستال لهذه الأداة. لقد قمت مسبقا بعمل انستال لكن هناك بعض الأشياء يجب شرحها. إذا كما ترون هذا هو المسار الخاص بهذه المسار الذي سيقوم بعمل تثبيت به. أول شيء قبل التثبيت يجب الذهاب إلى الأنتي فيروس. أنا أستعمل ويندوز 10، الدخول من هنا إلى الأنتي فيروس ثم اختيار بروتكسيون سنتر فيروس أند مناس، ثم هنا جيري لي بارامتر. يجب سواء إما أن تقوم بتعطيل الأنتي فيروس كلما تريد أن تقوم أو تعمل بهذه الأداة، أو تذهب إلى ليكسكليزيون هنا ثم الضغط أجوتي أو سوبريمي ديزيكسكليزيون. نعم، عند الضغط هنا تقوم ب أجوتي إنكسكليزيون ثم نختار بروسيسوس. ما عليك سوى عمل كولي لهذاك للبروسيسوس الخاص الذي وجدناه هنا ثم الضغط اجوتي. انا لقد قمت باضافته من قبل. بعد اضافه هذا البروسيسوس ما عليك سوى الضغط على انستال وتنتظر حتى يتم الانتهاء من انستال لهذه الاداه. اذا كما ترون لقد قمت بتثبيتها من قبل، هذه هي الاداه. سوف نقوم بالدخول اليها ونرى ما بها من العمليات صراحة الرائعة والجميل جدا. إذا كما ترون هذا هو الهوم الخاص بها بهذه الأداة، وهي تدعم أجهزة سامسونج الام تي كال كوالكوم سبيدر نقول SPD، ثم هنا بعض الخصائص الخاصة. هنا كما ترون فهنا بعد المعلومات الخاصة بهذه الأداة مثل القنوات الخاصة بها على اليوتيوب وعلى التليجرام. سوف نرى، ندخل أولا إلى السامسونج. فبالنسبة للسامسونج فهي تحتوي على المين هنا ثم الفلاش هنا. إذا كنت تريد عمل فلاش لجهاز بهذه الطريقة فهنا يمكنك عمل الفلاش الخاص بطريقة أودين، سواء عن طريق الأودين مود. ثم هنا المين كما ترون قراءة المعلومات، وهنا بالنسبة للام تي بي تقوم بقراءة المعلومات او مثلا فاكتوري ريست الى اخره. ثم بيباس لانشر براوزر، يعني الطريقة القديمة لتخطي الاف ار بي عن طريق فتح المتصفح. وهنا عن طريق الأودين مود يمكنك قراءة أيضا المعلومات والخروج من المود داونلود. ثم هنا بالنسبة للأدوبي برو، الأدوبي مود
يمكنك قراءة المعلومات ثم الريست للـ FRP إلى غير ذلك من المعلومات والخصائص الجميلة جدا. وهنا الريست FRP بالنسبة للهواتف التي بها أندرويد، الهواتف سامسونج التي بها أندرويد 5 إلى 6 عن طريق الأودين مود، يعني تختار هنا، فهي تدعم الكثير من الهواتف كما ترون هنا، تختار الموديل وتقوم بعمل FRP أو REST FRP هنا عن طريق الأودين مود، ثم هنا عن طريق ثغرة الMTP، ثغرة الMTP وفتح الأدوبي، ويمكننا هنا عمل REST للFRP ثم للMDM، ثم هنا بيباس الكارجي بالنسبة لأجهزة الأمتيكا سامسونج. كما هنالك الان الميديا تيك، اجهزة ميديا تيك المدعومة هنا، يمكنك عمل فلاش لاجهزة الميديا تيك عن طريق خاصية الفلاش تولز، ثم قراءة المعلومات، دامب فلاش الى غير ذلك، رايت فيرموار ثم باك اب للفيرموار، ريد رايت ايراز، يعني تقوم بعمل فورمات لاجهزة الامتيكا. ثم هنا هذه الأداة فهي صراحة بها بعض الخصائص وهم في تطوير دائم لهذه الأداة. ثم يمكنك هنا كذلك عمل الفلاش من هذه المكان، اختيار الملفات الخاصة بالفلاش هنا، ويمكنك عمل ريد للانفورماسيون لزانفورماسيون معلومات، ثم فورمات اليوزر داتا، فورمات الاف ار بي الى غير ذلك من الأدوات. ثم هنا الكوالكوم بالنسبة لأجهزة شاومي فقد تم دعم REST FRP ومي أكاونت بالنسبة لبعض الأجهزة شاومي، نعم، عن طريق سلايد مود، سايد لودر مود، يعني تقوم بقراءة المعلومات وعمل FRP REST. بالنسبة لسايد مود فهو خاص بأجهزة التي تحمل أندرويد 11 و12، يعني تقوم بهذه العمليات. اختار هنا الطريقة، الأجهزة المدعومة كما ترون فهي من الأجهزة الأخيرة التي، يعني الريدمي البي 11 عفوا إلى آخره. ثم هنا الأوتو روبوت، يعني بالنسبة للفاست مود تقوم بقراءة المعلومات، نعم كذلك، وبعد الخصائص الأخرى. ثم هنا الكوالكوم عن طريق الODL مود، يعني عن طريق تيست بوينت هنا، أجهزة انفينيكس، أوبو، ريلمي، سامسونج، فيفو إلى آخره من الأجهزة، نعم. تختار هنا الشركة، ثم هنا الموديلات المدعومة بالنسبة للريلمي فهي، ثم انفينيكس لم يتم سوى دعم الآن حاليا، دعم هذا الجهاز فقط، كذلك فيفو هي كذلك. فللتذكير يجب اختيار الجهاز ثم اختيار نوع الذاكرة هنا، أو سواء إذا كنت تعلم نوع الذاكرة MMC أو UFS تختار الذاكرة أو تدعها أوتوماتيك أحسن، نعم. إذا كما ترون هنا فأنا عندما أختار الجهاز فهو يقوم بتغيير نوع الذاكرة بحسب الجهاز كما ترون. ثم سامسونج فهو يدعم بعض الأجهزة وليس الكل، نعم. يمكنكم مثلا هنا كما ترون عمل فلاش لهذه الأجهزة أو قراءة الفلاش، باك اب إلى آخره من العمليات الرائعة جدا. ثم الاس بي دي الآن لم يتم دعم سوى الريد انفو عن طريق الADB والريست FRP عن طريق الADB، ثم الريست FRP عن طريق الفاست مود، فاست بوت عفوا، وفورمات بالنسبة لهذه الأجهزة المدعومة هنا يمكننا عمل فورمات للـ FRP، نعم. مثلا هنا سوف نرى لافا، إيتال سوف نرى ماذا، نعم هناك بعض الأجهزة المدعومة من إيتال، مثلا الـA56 برو، وما عليك سوى أن تختار، ثم تختار الطريق فاست مود وتقوم بعمل فورمات لهذه الأجهزة. إذا هذه الأداة هي من بين الأدوات كذلك الرائعة جدا للأخ أو
للأخ محمد صلاح، فهو كذلك يبدع، نشكره، له جزيل الشكر.